هي الفداء الشجاع لما عرفت ان الاخوة في الشؤون الاجتماعية توزعوا كياس من شان يوثقوا فيها هدايا ورسائل الفدائية من اهل المخيم. فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. مخيم النبطية مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في جنوب لبنان على مسافة 70 كيلومترا من بيروت. انشئ هذا المخيم في مطلع الخمسينات ويعيش فيه نحو 6000 لاجئ فلسطيني يعملون كأجراء زراعيين وكعمال في بلدة النبطية والمناطق المجاورة لها. وسكان هذا المخيم لاجئون من قرى الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة. تفضل. اهلين. اهلا وسهلا. مرحبا يا اخوي، كيف تحتك؟ ان شاء الله مبسوط. يا مرحبا. اهلا وسهلا. حيا. اهلا وسهلا. مرحبا يا زلمة. يا مرحبا. كيف صحتك؟ ان شاء الله مبسوط. تفضل اشرب قهوة. شكرا. تفضل اشرب قهوة. يا ما بصير يا زلمة. يا رجل خليه. ممنون. خليه فنجان قهوة يا ما. يا جماعة خليه يشرب فنجان قهوة. طيب في امان الله. اهلا وسهلا. مع السلامة. هي الفداء الشجاع لما عرفت ان الاخوة في الشؤون الاجتماعية وزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائيين من اهل المخيم. فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. انا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع اهلي بمخيم النبطية، بس احنا اصلنا من فلسطين، من الكابري. في الي 5 اخوة. اخوي الكبير بدرس في مصر وابوي بيشتغل نجار. ارسل لك يا اخي العزيز هدية بسيطة منشفي، اتمنى ان تعجبك. كان بدي ارسل لك اشي احسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتو بتستاهلوا أيها الأبطال أحسن شيء في الدنيا، لأنكم تبدون أرواحكم في سبيل فلسطين. وأخيرا سلامي لجميع الفدائي الأبطال، وميت ألف حمل السلام. سلام من أخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام. أختك عايدة الشيخ، مخيم النبطية.
أثبتت وقائع التاريخ أن الإمبريالية لا تتردد عن ارتكاب أي جريمة للحفاظ على مصالحها، كما أنها لن تتورع لحظة واحدة عن إبادة شعب كامل فيما لو تعارضت تلك المصالح مع وجود هذا الشعب.
انظروا نظرة واحدة على هذا الركام من الأبنية في هذا المخيم، تدركون أن الغارات البربرية التي قام بها سلاح الطيران الصهيوني على مخيمات النازحين في النبطية وفي عين الحلوة ومنطقة سوق الغرب وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان تدل بشكل قاطع على العقلية الفاشية لحكام إسرائيل، وأن صفة الخديعة هي التي تغلب على كل أفعالهم. إن هذه الموجات الهستيرية من الحقد ضد النازحين الفلسطينيين تؤكد استمرار إسرائيل في اتباع سياسة الإبادة والتشريد ضد شعبنا المناضل. إن هذا التكوين الإرهابي للمجتمع الإسرائيلي ما زال بحاجة إلى المزيد من التصعيد في العمل الفلسطيني المسلح حتى يصبح في الإمكان اقتلاع هذه الأفكار الفاشية والقضاء على مناهج السلوك النازي التي ما زالت تسيطر على المجتمع الإسرائيلي. إن من سعى على مع سبق الإصرار لقتل أبنائه وشبابه في معلود ليس من المستغرب عليه أن يعمد إلى قتل أطفالنا ونسائنا في المخيمات. إن مثل هذه الأفعال الهمجية تلقى الرضا من الإمبريالية الأمريكية، فالأسلحة الفتاكة وطائرة الفانتوم تنهال على إسرائيل تتدفق بلا حساب لاستخدامها ضد السكان العرب العزل الآمنين من شعبنا العربي والفلسطيني. إن الشعارات النازية ما زالت ترفع في إسرائيل ضد الفلسطينيين، فقد ربوا أجيالهم على الحقد والكره والعداء للعرب. اسمعوهم وهم يرددون يجب القضاء عليهم كالحشرات لنواجه الدم بالدم، شعارات فاشية نازية. الأنكى من ذلك أن البرلمان الإسرائيلي الكنيست يشترك في التمهيد للجريمة بموافقته الخادعة على تبادل الأسرى في معلود، وتشارك الوزارة الإسرائيلية في صنع الجريمة بالإجماع. إن تفاصيل الحوادث في الداخل تدل على همجية إسرائيل ونزعتها الإجرامية، علما بأن أبطال معلود قد أعلنوا بروح إنسانية متسامحة استعدادهم للتفاهم من أجل منح الحرية لرفاقهم في السجون. لكن حكام إسرائيل يريدون تعميق الهوة بين العرب واليهود بتنمية الجريمة وأعمال القتل حتى لا يكون هناك مجال للتعايش السلمي. إنهم يستخدمون السلاح للجريمة ونحن نستخدمه للحرية والسلام والعدالة. إن من يتصور أن القتل والتنكيل بشعبنا ستثنيه عن نضاله الثوري المسلح مخطئ كل الخطأ. فمن الموت والشهادة نصنع تاريخ أمتنا ونبني حياتها من جديد. نحن نقاتل من أجل السلام والعدالة وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل ترابنا المقدس، وسنبقى نناضل حتى نحقق الهدف المنشود. يعني بتقول القسم كان يعني حوالي 40-50 طائرة لتروح وتجي منهن، يروح يغيب وعاود يجوا ملانين وعاود يضرب.
العالم كلها طلعت لفوق على الكمب، هاد السيارات ولاد البلد النبطية طلعوا لفوق. بعد شوية اجى القصف عليهم، يعني بقدر العالم صارت تور حاله بالحال. اول ما شفت الغاره انا طلعت من هين على المخيم لحتى فافقد اولادي. لما اجيت لافقد اولادي لقيت 4 ناقصين. انا فكرت الخامس انه هارب جعفر وتاركن، يعني اجيت لما رحت حتى اشوفن لقيت الاولاد بس الكبير ما لقيته. سحبت حالي حطيت حالي بالاسعاف واجينا لحتى اضمط اهرب اولادي من الطيران الاسرائيلي. وصلنا لهين ما لقيتش ابني. رحنا على الصيد على المستشفيات ما لقيتش ابني. ثاني يوم قالوا لي ابنك بالمخيم فوق بعده بالردم. سحبنا ورحنا جبنا واجينا لهين دفنا، يعني ككسم يعني العادي. صحيح انه ما ام الا ما بتحترق، بس هالشي هذا بده شوية من الجراعة، يعني ما لانه مش علينا لحالنا، على كل شعب الفلسطيني العربي. اخر سنة بالبريفيه خالص مقدم على الامتحان. على كل حال استشهد جعفر اتجاه قضية فلسطين. مش لواحد استشهد ومش لواحد بده يستشهد، احنا كلياتنا بنستشهد اتجاه قضية فلسطين، اتجاه نكافح اسرائيل. يا تنشوف اسرائيل موضعها لحد وين. نحنا الطفل الصغير بيظل يكافح اتجاه فلسطين لاخر ساعة بحياتنا ونضرب اسرائيل. نطلع بدينا وان شاء الله وان شاء الله اسرائيل بتنكسر ونحنا من ننتصر. هاتي صورة جعفر يا منى. اهلين بالشباب الطيب، والله غير وراء قدامك للموت. لازم انا افدي روحي اتجاهك واخذ بصارك من اسرائيل، لانه لا فرحت ولا تهنيت. نحن اللي بنفرح وبناخذ بصارك يما لاخر ساعة. أثناء المعركة كنت بالعمل، فأنزلت أنا المدني عمدين، فبلش قصف. لما بلش قصف فاتجهت بصبة بي بالمدينة، فنطرت وطلعت على المخيم. غارة بعد غارة كانت تجي، فطلعنا من همدة الغارة طلعنا فوق. طلعت على الملجأ، لقيت الملجأ جنب راي. صورت على العائلة، العائلة ملقتهاش. خوتت انا جنات، لقيت الولاد مطمومين مع جنب الملجأ. وتقول لا اذان، نازل اذان مع جنب الملجأ. فاجى الطيران. لما اجى الطيران نزلت تحت هربت على مح. هربت، انا طميت حالي بقمح. ما شفت وجه صب الولاد لعشية. لما راحت الغارة رجعت ردات بحشت على الاخوان تعين فتح كلهم، جابوا اندية ضوانا فتحنا بين الولاد واقفين مع جنب الحيط واحد قبل التاني. 4 ولاد، نهلة، منى، غالب، حسن، فشلناهم. فظل الصب التاني للساعة 9 تاني يوم لحتى ياخذوا يشيلوا من الملجأ. بعدين فشلت اسرائيل، واللي بشد عايز اسرائيل اذا بهبنا. نحن فدائية حتى اخر اللحظة بعمرنا. لو مات ابننا مش مهم، لو احنا متنا كمان مش مهم، انما احنا مستمرين بالحرب لوقت النصر. وهذا اللي احنا بنقوله. انجرحت؟ نعم انا انجرحت. انجرحت بظهري، وابني الثاني انجرح، وابني الثاني مات، ونحن مش حاسبين هذا ابدا ولا اي شيء. لو مات معلش بغيره، لو مات بغيره، بانه صغير وكبير، يعني ما بتسواش بالامر ابدا حتى اخر لحظه. نحن مش
نسيب بلادنا حتى ان تكون اليهود هي تعيش فيها واحنا نموت هين؟ احنا بنعيش وبنموت ببلادنا، غير هيك ما في ابدا.